ولي العهد، يجب علينا أن ندين العنف، كل العنف. 270 بيت يا ولي العهد تداهم بقوات مدججة بالسلاح تسرق. نريد منك الليلة إذا زرت أحد المجالس أن تقول أنا أدين مداهمة البيوت، لكي ما طلبت منا أن ندين الملتوف وحرق الإطارات ونحن ندين كل أعمال عنف، نحن نقول أيضا وتحملنا مسؤوليتنا، نحن أيضا نريد إدانة